السلام عليكم. الحق وقفتي في المكان ده حملتني مسؤولية كبيرة، لكن الرسالة اللي يبي نوصلها تستحق أن تستمع وتنقل إلى كل متشامين. فبالك تغير وجهة نظرهم الحياة. أنا مالك عشت طفولة طبيعية وبصحة جيدة، رياضي ومن هواياتي كرة القدم والسباحة وبعض الرياضات الأخرى، يعني شغفي هو الرياضة. هذا مش معناه أني مش مهتم بتكوين شخصيتي العلمية والعملية، بالعكس ماشي بشكل تمام في دراستي وفي حياتي وعلاقاتي الاجتماعية شوفها ممتازة بشكل كبير. قبل ثورة ليبيا سنة 2011 كنت نحب نشارك في رياضات ومسابقات والدوريات وما إلى ذلك، بس كانت عندي مشكلة. بما أن الوضع الطبيعي لأي إنسان مدام عنده إرادة كان أنه يقدر يفوز في البطولات، فما كانش عندي دافع كبير. المهم كان عندي أني نشارك ونمارس هوايتي. بعد الثورة رؤيتي تغيرت، أصبحت شغوف بالمشاركة، مهتم بتحقيق الانتصارات والحصول على ميداليات، وفعلا تحصلت على الترتيب الأول سباحة مساحة 200 متر سباحة حرة، تحصلت على الترتيب الأول في كرة الطائرة الشاطئية وميداليات في الألعاب القوى. تو كلكم تتسألوا وين الرسالة؟ وين التحدي؟ التحدي في التغيير اللي صار فترة الثورة. الوسيلة لتحقيق البطولات والإنجازات كانت مختلفة. أقول لكم شنو التحدي؟ هذا هو التحدي. فقدت رجلي في الثورة اللي كانت أهم عنصر في ممارسة رياضتي. شاركت في الحرب لأن كان لازم من وجهة نظري لازم من التغيير. فالموضوع كان لي أبعاد سياسية، فالحكاية كانت متداخلة. بس حبي للبلاد هو اللي دفعني فقط للمشاركة من أجل التغيير الإيجابي. بغض النظر إن كانت النتيجة سلبية أم إيجابية، بس كان لازم التضحية. وهذا اللي صار. ونتيجة التضحية تغيرت وجهة نظري للحياة بصورة عامة وللوطن بصورة خاصة. فالإنسان ما يشعرش بالقيمة الحقيقية لأي شيء إلا لما يضحي بشيء غالي من أجله، وفعلا زاد حبي وولائي وانتمائي للبلاد بشكل كبير رغم أن الظروف كانت محبطة. نرجع بكم شوي للقصة. كانت الإصابة يوم 11/7/2011، ذهبت للعلاج في تونس مع مجموعة جرحى. فبعد فترة من تلقي العلاج سمعنا أن عملية تحرير طرابلس قريب تبدأ، فرجعت قبل استكمال علاجي باش نشارك في عملية التحرير. وفعلا شاركت واني برجل واحدة، وكان كل همي ان الحرب تنتهي والبلاد تستقر. بعد التحرير، بعد اعلان التحرير واستقرار نسبي، عانيت اتواجد مش حصل العلاج. فبعد فترة طويلة حصلت علاج في بريطانيا، وقيت قدامي مشاكل واجد مش نركب طرف صناعي جيد. وبعد ما كملت علاجي كان عندي فرصة اني نقعد في بريطانيا مرة واحدة، بس بالعكس كنت متشوق للرجوع. كنت نبي نساهم بطريقة في بناء الدولة. فرجعت ليبيا، ورجعت لدراستي في كلية الهندسة، وكانت الكلية واحدة من المشاكل اللي لقيتها قدامي. وكانت كلية من 3 أدوار، وطبعا زيها زي اي مبنى في ليبيا مش متوفر فيها لا دروج متحرك ولا مصعد. فكانت عندي مشكلة، كنت نركب مرات في اليوم مرتين للدور الثالث مش نحضر محاضرة، لان اغلب المحاضرات كانت في الدور الثالث. ولقيت مشكلة ثانية، كانت وجهة نظر الناس هيك كان ان الشخص ذوي احتياجات خاصة هيك بيشوفوا له انه ما عنده ما يقدم. رغم هذه الظروف حبيت نعيش حياة طبيعية، وواجهت كل التحديات باش نرجع حياتي الرياضية. فرديت نمارس في هوايتي كرة القدم، وقعدت رديت نتدرب في صالة كمال أجسام، وبديت نسعى في لعبة السباحة. فتواصلت مع البار الأولمبية الليبية وطلبوا مني اني نمشي لطرابلس، فمشيت وسبحت قدام مدرب وقال لي ممتاز، بحاجه بعد تدريب تكون ممتاز جدا. فبعد فتره كي اتصل بي وقال لي في بطوله عربيه في مصر نبوك تشارك فيها. وانا طبعا قاعد من غير تدريب ولا عنايه ولا اي اهتمام، ومش متوفر احواض سباحه مغلقه في البلاد مش نتدرب فيها، وكانت في الشتاء في شهر 3. فبدات حسابتها كي قلت ما فيش الا تو نمشي نتدرب في البحر. فقعدت نمشي نتدرب في البحر في جو بارد، وكانت المي مصقع. ف
مره هيك خاش المصيف، كنت اتدرب في المصيف نمشي بروحي، فموقف اللي ديما يصير لي لما نطلع بالجيلات، يعني نطلع من غير طرف صناعي. انا خاش جيت رحله مدرسيه، كانوا طالبات ثانويه، فاول ما شافوني خافوا هيك يقعدوا يعيطوا. فالموضوع هذا كنت مش متعود عليه قبل، لكن تو باين تعودت عليه وخذيت عليه. فقعدت نتدرب ونمشي في الجو المسقع، والمي كانت مسقعة. بعد فتره كنت صلبي مدرب وقال لي تم الغاء المشاركه علشان ما حصلناش عليه تاشيره. طبعا يعني ما انا كنت نحرط في المي، لكن ما وقفتش عندها وقعدت نخدم على روحي. شاركت بعدها في بطوله السلام الصيف الماضي، وكانت مسافه السباق 1500 متر، وسباحت مع سباحين مش من فئه ذوي الاحتياجات الخاصه. كانت مسافة طويلة وتبي تدريب، وأنا قاعد من غير تدريب، فشاركت وكان كل هدفي إني نقطع المسافة 1500 متر. فقطعت المسافة 1500 متر وتحصلت على الترتيب السابع في السباق ده. وأنا طالع كنت مش قادر نمشي، حتى من كثر التعب مش قادر نمشي بالجلال. فجاء أحد المشرفين البطولة وقال لي ما عليكش ملام. طبعا حسبت هيك شو يقصد به ما عليكش ملام. فحبيت نثبت اني انا زيكم، ما فيش فرق بيني وبينكم، وهذا خلاني دافع اني نزيد نخش ونشارك في المسابقات. فعلا شاركت في مهرجان جنات للالعاب الشاطئيه، ولعبت في سباق سباحه 200 متر، وتحصلت على الترتيب الاول في فئه ذوي الاحتياجات الخاصه، ولعبت مع فريق جمعيه ابطال ليبيا الفاقدين الاطراف في كره الطائره الشاطئيه جلوس، ولعبنا ضد فرق لهم خبره كبيره في كره الطائره جلوس، ولاعبين في المنتخب الليبي، وتحصلنا على البطوله بعد فوز في جميع المباريات. وتوا ساعي انا ومن معاي في جمعيه ابطال ليبيا فاقدين الاطراف على انشاء نادي رياضي مختص بفئه ذوي الاحتياجات الخاصه، لان مدينه مصراتة ما فيهاش نادي مختص بهذه الفئه. ومازال عندي اصرار وطموح وتحدي اني نمشي نشارك في الالعاب البار اولمبيه العالميه، ونحقق الالقاب ونحصل على الميداليات ونرفع علم بلادي فوق في المحافل الدولية. نختم كلامي بالإرادة هي التي تصنع التغيير. نحن من الأثر، مهما كانت الظروف صعبة يمكننا صناعة التغيير. أجدادنا غيروا واقعهم المرير وصنعوا لنا الحرية والاستقلال، ونحن يجب أن نقتفي أثارهم بحب هذا الأثر، بحب هذا التراب، لكي نصنع الأثر للأجيال القادمة تحقق به السعادة والسلامة وتحقق به العيش الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.